تمام. احنا عموما داخلين على اسكندريه خلاص. ايه يا حبيبي السيجار ده؟ مش خلاص؟ بطلنا تدخين والدكتور قال لا؟ وانا فعلا بطلت، بس يعني بمسكه كده حالة نفسية لا اكثر ولا اقل. طب ربنا يستر وما نرجعش تاني ندخن ان شاء الله. امال فين طارق؟ كلمني من الشغل وقال لي انه مش هيقدر يجي بدري، جات له مأمورية. طيب اطلعي انت بقى نامي وانا شوية كده وحصلك. ما تتأخرش. ها ماشي حبيبتي، تصبح على خير يا حبيبي. وانت منال. Thank you.
هو سيادتك مش جاي للنوم النهارده ليه يا باشا؟ انت يا حمار، انت بتدخل في الحاجات اللي مالكش فيها ليه؟ يلا روح نام انت. وامسك اعصابك، لو عايز الليله دي تعدي على خير. انتوا عايزين ايه؟ فين بنتك وحفيدتك؟ خد ود معايا في الكلام يا باشا، بدل ما احصرك عليهم وخليك بكره تمشي في جنازتهم. لو عايزين اي حاجه خدوها واتفضلوا امشوا، عايزين فلوس، عايزين اي حاجه، بس اتفضلوا مع السلامه، مش هبلغ عنكم. الموضوع مش كده خالص يا باشا. قدامي قدامي. خليكوا هنا يا ابني. مش كده، ما يصحش كده. طب واحنا طالعين فوق ليه بقى؟ الله، يا ابني يا ابني نتفاهم. اي فلوس انت عايزها انا تحت امرك. اطلع بس الاول. ما فيش حد هنا غير. طب اطلع بس، هنشوف الموضوع ده. يا ابني قلت لك ما فيش حد هنا غيري. انت عايز ايه بالظبط؟ عمرو بيه، انا مش عايز اذيك. اطلع بس. بقول لك ايه يا عمر بيه؟ هو فين حفيدتك ها؟ معرفش معرفش. طب فين بنتك؟ مش موجوده هنا، كلهم مش موجودين يا ابني، كلهم مش موجودين. حلو قوي احساس الاب ده. ماشي، خش هنا هتلاقي حد. وده بقى على صوت النور. يلا عليك يا عمر بيه. لا بنتي، لا خدها بس. بس خلاص يا نوران، خلاص. انت كويسه، مش عايز صوت. انت كويسه. كل ما في الموضوع ان انا ما حبيناش نفزعها، واحنا مش جايين عايزين اذى، لكن لو فتحت حس هخلص عليكم كلكم. انت فاهمه؟ لو سمحت لو سمحت، انت عايز ايه بالظبط؟ عايز ايه؟ عقود بيع المجموعه اللي باسم الهانم بنتك. عقود ايه؟ انا مش فاهم حاجه. اسمع يا عامر بيه،
مفيش وقت للف والدوران، ولو هتطول معايا اخلص لك على الامر الصغيره. لا 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 ابويا وبنتي، لا انا مش شايله العقود. طب امي يلا. حاضر حاضر. اديني اللي هو عايزه. مالهم اتأخروا كده ليه؟ طب يا ترى هما مستنيين ايه؟ مش عارف، جايز مستنيين مكان يهدى شوية. هيهدى أكتر من كده ايه بس يا طارق؟ ايه؟ لما في سريخ ابن يومين. شريف مالناش دعوة، احنا لازم نستناهم لما يدخلوا عشان نكبس عليهم متلبسين. حاضر يا فندم. امضي. ايه ده؟ ده تنزل عن مجموعه شركات عامر كلها. ليه؟ ازاي؟ لا بنتي، لا حمدي حمدي بنتي وابويا. لا بصي يا بنت امضي وخلصينا بقى. مش عملتوا اللي انتوا عايزينه؟ ممكن بقى تتفضلوا وتسيبونا في حالنا؟ حاضر يا عمر بيه، معلش على قلقناكوا، بس لازم نأمن نفسينا. تعملوا ايه؟ لا ما ابويا، لا ابويا عيان. لا بابا بابا مش هتكلم، مش هفتح بوق ايه خالص، مش هتكلم، مش هتكلم. كله اثبت مكانه واقف عدل فوق. مش قلت لك هنتقابل تاني يا تربو؟ ولا ايه يا فتحي؟ مين دول؟ فين فتحي واكرم وعدو؟ هو فيها يا باشا؟ كل الفرح ده عشان حتتين قطع غيار جاي احملهم انا ورجالتي. علي يا باشا انا اقول لك حاجه، لو في اي غرامه ادفعها وقتي ويقدر ما ادخلك شهر. انت هتستعبط ولا ايه؟ فتشوا الكونتينر. فين فتحي واكرم وعدوي؟ نايمين في بيوتهم يا باشا، ودي سبوبه تبعي مالهمش فيها.
فيش غير شويه كراتين قطع غيرها طالبين وخالصين الجمارك يا باشا. ورا امور اقفل بقك وقول لي فتحي والباقيين فين. ما انا قلت لك يا باشا نايمين في البيت. ولو مش مصدقني روح شرحهم فيهم. فين فتحي بقول لك؟ استخدمناها في العمليه. كل حاجه موجوده. شوف شغلك يا اخي. رش رش الشنطه بس. رد عليا يا عامر بيه. سيبت مرحان. الو ايوه قطر يا باشا الحقنا بسرعه اعمل معروف.